السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تطرق اللاعب السابق للمنتخب الفرنسي جيروم روتين أمس في حوار جمعه مع محللي فرنسيين خلال برنامجه الرياضي سون فلام روتين حول المنتخبة الإفريقية المتأهلة إلى كأس العالم قطر 2022. ومع بقاء أقل من يوم من انطلاق أكبر حدث قاري لكرة القدم 2022 في قطر، فاجأ لاعب كرة القدم السابق جيروم روتين الجمهور الرياضي في كل أنحاء العالم، حيث طرح سؤال لمستضيفيه في برنامجه أن أفضل دولة في إفريقيا لن تلعب في كأس العالم، حيث تساءل زميله عما إن كانت مصر هذه الدولة. إذا به يجيبه جيروم روتين أنه المنتخب الوطني الجزائري هو المنتخب المفقود، حيث جاء في نفس سياقه أنه لو تأهل المنتخب الوطني الجزائري لكان قد فعل أشياء عظيمة في كأس العالم وأزعل الكثير من المنتخبات الأوروبية باستثناء السنغال حيث لا يوجد ساديو ماني، إن أفضل منتخب في إفريقيا لم يشارك في كأس العالم. وتابع جيروم روتين في حديثه قائلا: المنتخب الجزائري حقق الكثير بفضل جمال بالماضي، يجب على القارة الإفريقية أن تتعلم من ذلك. وهنا أعزائي المشاهدين شاركونا بآراكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.